أهلا وسهلا بكم أصدقائي المفكرون الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. باسمك اللهم نخوض دروبا جديدة، آملين أن لا نتعثر ونقف. كيف حالكم؟ طيبين والحمد لله. نأخذ مع بعض حضورنا لهذا اليوم: ريان وعد وليان، تالا وعساف وفهد، ركان التركي ونوف وشما، بتال وعبد الرحمن طاهر وفالح، نواف وميان وباسم، ثامر الفويز ورسيل وداليا، متعب وأحمد وسعود وعبد الإله ودانا وأويس، وهمس وركان مسعود وديالا، إياد الأسفري وريم وفايل، الجوري وترف، نورة وسارة، عبد الرحمن البراك، سلمى ومعاد، جاسر وزيد وشيخة وتركي نوح ولارا ويزن وإياد النجري. من ربنا يا صغاري؟ ربي الله. وما ديننا؟ دين الإسلام. ومن نبينا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ عليه الصلاة والسلام. كم عدد أسماء الله؟ 99 اسم من أسماء الله: العزيز، الخالق، القدوس، الرازق. كم عدد أركان الإسلام؟ 5. يا ترى ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيام الأسبوع 7 أيام: بالأمس يوم الاثنين واليوم الثلاثاء. بالأمس يا صغار التاريخ 15 واليوم 16. كم رقم شهرنا؟ 4، واسمه ربيع الآخر من السنة الهجرية 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ما هو حال طقسنا؟ مشمس أم غائم أم ممطر؟ أحسنتم، مشمس. ما اسم بلادنا؟ المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض. ما لون علمنا؟ أخضر. وماذا كتب عليه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. شاهد في الأسفل سيف يدل على القوة والشجاعة. مع بعض السلام الوطني: سارعي للمجد والعلياء من جديد خالق السماء، وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. يا ترى من هو ملكنا؟ الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. ومن ولي عهده؟ الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. ما هو كتابنا؟ القرآن الكريم. خير ما نبدأ بصباحنا القرآن الكريم في سورة الكافرون. قال تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع الآن مع المعلم وردد خلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. ما هي اتفاقية مع المعلمة؟ ألتزم بالوقت وأجلس بهدوء وأنتظر دوري في الحديث. ما هي وحدتنا؟ وحدة المسكن. نستمع إلى هذا الصوت يا صغاري. صوت ماذا يا صغاري؟ أحسنتم، صوت الماء. أين نستمع إليه؟ غالبا في دورة المياه أكرمكم الله. طبعا دورة المياه مما تتكون، وهي مفهومنا لهذا اليوم، من مغسلة، من ماذا؟ مكان الاستحمام. أيضا فيها الموية الأزرق والأحمر. الأحمر يدل على الماء الساخن، والأزرق أو اللون الأزرق يدل على ماذا؟ على الماء الفاتر أو البارد. هناك سخانة للمياه الدافئة. كذلك ماذا؟ هناك كرسي لقضاء الحاجة، وهناك بعضهم يضع ماذا؟ غسيل للملابس. هناك صوابين مختلفة وروائح مختلفة في دورة المياه. عند دوك لابد أن أستهلك في ترشيد في استخدام المياه، فشوف الطريقة الصحيحة، أفتح الماء بقدر حاجتي ولا أسرف في استخدام الماء. دعاء دخول الخلاء أو دورة المياه كرمكم الله. عند الدخول أقدم قدم اليسرى وأقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج أقدم ماذا؟ الرجل اليمنى وأقول: غفرانك. لا أتحدث في الحمام. وهناك آداب في استخدام الحمام، وهو عدم الحديث في دورة المياه، التزم الصمت، أقضي حاجتي بهدوء وأخرج. ما
ما هو الصوت الذي نسمعه في دورة المياه الماء أحسنت، وهو نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، يجب الترشيد في استهلاك المياه، وواجبنا تجاه الله محبته ومغفرته وماذا طاعة الله سبحانه وتعالى، وحمده وشكر الله على هذه النعمة. شكرا لكم يا صغاري.